متابعيني حبايب القلب اعزائي اخواني اصدقائي، صار فترة طويلة طبعا ما مصور، بس هالشي مو بيدي لانه السفر من دولة لدولة والانتقال، وكنت بتركيا وبين ما تركت تركيا واموره هواية. فطبعا اشكر جدا 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 كل المتابعين اللي راسلوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى بقية المنصات، شكرا لكم، شكرا لسؤالكم اللي صدق يفرحني. بس اعتذر جدا لانه انقطعت وياكم، هالشي مو بيدي. من اليوم لا، بدينا رجعنا ونبدي اول فيديوهاتنا هنا على قناتنا باليوتيوب من بغداد. ناخذ جوله اليوم ببغداد، وان شاء الله هالفتره الجايه كلها راح نتجول مو بس ببغداد، بعموم العراق نروح اماكن حلوه، مطاعم اللي فعلا حلوه وتستاهل، لازم نجرب اكلاتهم لانه مشتاقين جدا لكن العراقي والاكل، حتى الاكل السريع بالعراق له طعم ثاني ما اعرف ليش. فاشكركم جدا على هذا السؤال، ويلا خلينا نبدي حلقه اليوم، اماكن راح تعجبكم جدا. اول مكان راح ابدي منه هذا شارع الضباط العظمية، هذا مطعم مقلوبه، هذا بروستد عمو، ذاك هو شوفوا دلع كرشك، مقابلهم الفقمة اياته، شوفوا بسرعة فقمة، اكو مطعم جديد اللي هو هذا هاتاي شاورما. هذا المطعم مال واحد يعني اقولكم صار صديق عن طريق تصويري باليوتيوب والفيسبوك، عنده مطعم كنت اصور به قبل همينه واكله كلش لذيذ، فتح مطعم هنا، تعالوا نشوفه ونجرب اكله اليوم. هاتاي شاورما طبعا اختصاصه مو بس شاورما، لا شاورما بيتزا برجر زنجر سكالوب فلافل مقبلات. فانا اتذكر اكلت مطعمهم القديم بيتزا وكانت كلش طيبه، فهنا اول شغله طلبتها هي البيتزا، فتعالوا نشوف ايش راح يسوون لنا بيتزا اليوم. طبعا هنا الشيف يوسف يقول اتحدى تلقى طعم بيتزا ببغداد كلها مثل بيتزا اللي اسويها اني. والتجربه خير وبرهان، خلي هسه تكمل ونذوق البيتزا ونشوف طعمها شنو. هاي من هسه شكلها لوحه فنيه، بابا ده يصفط سيراميك، شفت خلفه مال سيراميك قبل انت؟ لا التصفيط مال سيراميك هذا مو مال البيتزا. بس باعوا لي الجبن جوا الشاورما وفوق الشاورما، شنو راح يطلع الطعم؟ نجرب. اهم شيء الزينه. لازم لازم لازم. انتوا بس تخيلوا لي الشكل، شوفوا 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 شوف. لوحه 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 مو بيتزايه. هاي كل العالم نشتغلها هيك. وحسب ما قال لي الطعم يونيك عنده، ما تلقاه بغير مكان سبيشال، فخلي نجرب ونشوف. بالنسبه راح يسالني على الاسعار، هاي الاسعار قدامكم. بالنسبه للشاورما دجاج، شاورما لحم، الصاج الايطالي، المقبلات، الريزو، البيتزا، اقرب لكم الصوره. استعدنا هذا القسم، شفتوا اسعاره، وهذا القسم الثاني البرجر، الاكلات الغربيه اللي هي السكالوب، الزنجر، الفيلر، تويستر، ستريبس، المعجنات هي اللحم بعجين والمناقيش اللي شفناها والفلافل. وهسه وصلت الاطباق، طبعا هاي شاورما دجاج، وهذا البرجر شكله خلي نفره شويه اياته، شكله صراحه يشهي. وهاي البيتزا مالتنا اللي شفنا شلون سواها شيف يوسف، فخلنا نبدي نجرب ونعطيكم راينا. طبعا ما تحملت انا اكلت لي قطعه من قبل ما تنحط البيتزا زين، لانه الريحه صدق مقاومتها، ريحتها طيبه، طعمها جربته طعم صدق طيب، فما اقدر بالدرب، لازم هاي مثل بالبيت لازم اروح المطبخ اخبش شويه قبل ما يستوي الاكل. البيتزا انتوا بس شوفوا شكلها، طعمها ما اقول لكم، ريحتها تجنن، عجينه هشه كلش،
طيبه طيبه صدق بيتزا تستاهل يعني مو لعب. بعد ما اكو داعي اكل قدامكم واشهيكم اكثر، بس جربتها طيبه صدق طيبه هالبيتزا، شكلها كان حلو، الطعم حلو جدا، العجينه بالذات هشه رهيبه. بالنسبه للبرجر والشاورما الدجاج جربتهم قبل من كان مطعم السابق الشيف يوسف، يعني طيبات بالذات شاورما عده تتبيله كلش حلوه. جربوا انتوا والتجربه خير برهان. طبعا عنده تصوير توصوير يلا عادي مرات واحد يغلط، صلي وين ما مصور فلازم شويه اروح عنده توصيل كل مناطق، مو كلها خلينا نقول اغلب مناطق الرصافه ببغداد. العظميه التوصيل مجانا، القاهره قلت لي مجانا، المناطق المحيطه بالعظميه مجانا، وبقيه المناطق على 2000 يوصل لحد بغداد الجديده، زيونه، البلديات، هاي كلها. بس جربوا ادعوا لي، الموقع شفتوه وهذا شارع الضباط على الشارع العام يوم مطعم فلفله. فهسه خلي اكل براحتي وبعدين ارجع لكم، ارجع لكم لا تروحون، لانه ما اخذ راحتي قدام التصوير ما اقدر. بس شوفوا لي هالمنظر، شوفوا 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 شوفوا. انا ما قاهرني بس الناس اللي صايمين وراح يتفرجون برمضان، الله يكون بعونكم واتمنى ما تنحسب سيئاتي لي. وبعد ما كملنا من هاي تاي شاورما انتقلنا الى مطعم فلفله، همينا بعدنا بشارع الضباط، مطعم بالركن المحاذي المطعم هاي تاي شاورما. تعالوا نجربه، هذا المطعم متخصص بس بالمشويات، وهذا موقعه ايضا. قلنا هذا هاي تاي شاورما، هناك مطعم دلع كرشك، بروستد عمو، ايتانجو مقلوبه، وهذا هو شارع الضباط. يعني هناك تقاطع شارع الضباط ويا شارع عمر عبد العزيز، تجي هاي المطعم عليه يسر عليه يسرتك. وهاي العرايس انحطت على المنقلة، نلتقي فيما بعد. وهنا هو الشكل النهائي، هاي الأفخاذ، هاي الأجنحة، وهاي الشيش طاووق. وهنا راح تنقص حبيبة القلب بالنسبة لي هاي العرايس. وهنا العرايس شبه جاهزة. بالنسبة للي راح يسألني على الأسعار، هاي أسعارهم، النفر والنص نفر، وهي ارقام تليفوناتهم. زين، ايضا توصيل شيء اكيد موجود، وموجود تطبيق طلباتي وتوترز وعلى السريع. المقبلات هاي اسعارها 3000 4000 5000. طبعا ما راح انتظر اروح برا واقعد، لان ما شاء الله المكان مزدحم، ماكو مكان اقعد اصلا. زين، فنجرب الطاووق مالتهم ومننا نعرف الطعم. الشكل طبعا شفتوه روعه، حار تو طالع من المنقل. حار والله، طيب تتبيله مطيته طعم خرافي، روعة على صدق عاش فيك. بالنسبة لمطعم فلفلة، هاي القاعدة الخارجية مالتهم، وهنا أيضا أكو صالة داخلية، يعني باكر عقبة بالصيف هنا هاي مكيفة باردة إذا واحد ما يقدر يقعد هنا. بس تعرفون جونا هسه يخبل، القاعدة برا أحلى من جوا.
وبعد ما كملنا من هاتاي شاورما ومطعم فلفله قاعد اجول بشارع الضباط شفت هذا المكان سندويش وجدي. هذا جامع العساف وهذا بديز برجر مجمع اليزن. هذا مقابيله بالضبط. قبل ما يبدي شلون هاللفات مال وجدي؟ وجدي كل يوم ياكل يوم بصراحه والله بالقناه طيبه؟ خبر شنو اقول لك كل يوم ياكل يوم وجدي عشت ايدك وجدي يا ابو وجدي ايش عندك؟ عندي هذا القوزي اي هذا ب 1000 ونص بيعه زين لحم مال عجل خوش وعندي كبده هاي اي هذا الكبده على 1000 ريحان كبده 1000 قوزي 1000 ونص صدر دجاج هذا أي؟ على 1000 1000 والقليه هاي هم عندي موجوده هاي ب 1000 واللحم مثروم او قيمه هم على 1000 اه كل 1000 باستثناء القوزي عندي خبز وصبان زين وجدي هذه طريقه مصلاويه ولا بغداديه؟ لا هاي احنا اشتغلناها على طريقه اربيد سليمانيه اهل اربيد عاشت العياده فرها وجدي فر روح 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 عاشت ايدك ومن يم مأكولات وجدي انتهت حلقتنا طبعا ما جربتها لانه ما شاء الله زحمه عليه ومعروف المنطقه وصراحه شبعت بهاتاي وبمطعم فلفله اللي دجاجه كلش كلش طيب اتمنى تكون يا ربع عجبتكم وراح ابقى مستمر وياكم ومثل فتره القطعات ولهنا مع السلامه.